كيف بتكون لعبة فيفا 18 الجديدة؟ وكيف بيكون شكل جهاز مايكروسوفت الجديد سكوربيو؟ وهل بيكون عند سوني مفاجأة أو رد خاص على مايكروسوفت؟ كل هذا وأكثر بنعرف الإجابة عليه في معرض E3 الضخم للألعاب واللي يقام كل سنة في لوس أنجلوس الأمريكية. فريقنا بيتواجد هناك ويجرب كل الألعاب الجديدة مثل أساسن كريد وكول أوف ديوتي وماريو أوديسي، وبنقل لكم آرائنا وانطباعاتنا عبر مئات المقالات اللي بتنشر على صفحات موقعنا وتطبيقنا، وعلى يوتيوب بنعطيكم تغطية فيديو خاصة من أرض الحدث ونوريكم إيش اللي يصير معنا خلف الكواليس. فلا تنسى تشترك في قناتنا في يوتيوب، وإذا كنت مشترك من قبل لا تنسى تفعل خاصية التنبيهات عشان ما يفوتك شيء. وأيضا تابع حسابنا على تويتر، لأن هذا شيء مهم جدا عشان تكون أول من يعرف في حال نشرنا أي مقالة أو فيديو جديد. الآن كل اللي عليك تترك الباقي علينا وتستمتع بتغطيتنا المعرض E3 من لوس أنجلوس.